العالم الرئيسي الذي يقف وراء لقاح فايزر المضاد لكورونا حذر من أن اللقاح لن يكون له تأثير فوري على أعداد الحالات، وقد يمر عام قبل عودة الحياة لطبيعتها. ووصف التطعيم الفعال ضد كوفيد-19 بأنه أفضل طريقة لإنهاء الأزمة الصحية العالمية، لكن البروفيسور التركي أوغور شاهين، والذي أسس شركة مع شركة فايزر قامت باكتشاف اللقاح، حذر من أن افتراض أن الوباء وراءنا سابق لأوانه، وذلك في مقابلة مع بي بي سي أمس الأحد. قال فيها أنه حتى بعد إطلاق اللقاح قد يستغرق الأمر شهورا لانخفاض معدلات الإصابة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أمريكية للدواء، هي شركة موديرنا، أعلنت عن نتائج مبكرة للقاحها تشير إلى أن لقاحها ضد كورونا أظهر فعالية بنسبة 94%. معي لمناقشة هذا الموضوع الباحثة في علم الأدوية دكتورة رانيا أرشيد. دكتورة أرشيد، أرحب بك في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث. دكتورة دانيا، سؤالي أولا حول اللقاح الذي أعلنت عنه موديرنا، بالتأكيد اطلعت على هذه المعلومات الأولية، إلى أي مدى يختلف عن لقاح فايزر، وإلى أي مدى يمكن أن نتحقق مما أعلنته الشركة أن فعالية هذا اللقاح حوالي 95%؟ طبعا سؤال كثير مهم. أول شيء مساء الخير لك والجماعة المشاهدين والمستمعين، وشكرا على الاستضافة. طبعا نحن اليوم قاب قوسين أو أدنى من بالفعل الحقيقة الوصول إلى لقاح بعد تقريبا 10 أو 11 شهر على فيروس أنهك البشرية بالكامل. في كتير تشابه بين لقاح موديرنا ولقاح المشترك بين فايزر وبايونتيك. أول شيء اثنيناتهم اعتمدوا نهج متشابه، وهو أخذ جزء من الشفرة الوراثية للفيروس، واللي بيقوم بتحريض استجابة مناعية في جسم الإنسان، وهذا الشيء مهم بالإضافة إلى الخلايا الدائية التي تساعد الجسم على مقاومة الفيروسات. في تحديات أيضاً سيواجهها اللقاحان. أول شيء لهلأ بيانات السلامة لم تكتمل بعد، ولكن على أمل أنه يكون بيانات السلامة والأمان جيدة ومناسبة لينتقل اللقاحان إلى مرحلة التصنيع. ولكن هناك تحديات من نوع آخر، مثل ما بتعرف لقاح شركة فايزر وبايونتيك بحاجة إلى أنه يتخزن بدرجة حرارة ناقص 80 أو 80 تحت الصفر، وهذا تحدي كتير كبير. يعني لقاح موديرنا وفايزر بالنسبة لموضوع التخزين، مشاكل التخزين متشابهان جدا، وهذه مشكلة كبيرة جدا، ناقص 80 يعني قد لا تتوفر في كل العيادات. صح، التخزين كبير، ولكن خلينا نحكي نحن على لقاح شركة موديرنا. لقاح شركة موديرنا بحاجة فقط أنه يتخزن، ربما بيبقى بعشرين تحت الصفر لمدة 6 شهور، ويمكن أن يخزن بدرجة حرارة 2 إلى 6 درجات، درجة حرارة البراد، لمدة تصل إلى خلينا نقول 20 يوم، وهذا جيد جدا، يعني هذا لصالح شركة موديرنا، لكن اثنيناتهم بدهم جرعتين. لا هذا مو يعني هذا ممتاز جدا، هذا ربما اختراق، ويضاف له النسبة العالية 95%. من ألا تعتقدي بأن الآن طبعا هناك تزيد على 90%، خلينا نقول فعالية باللقاحين هي فوق 90، وهذا إنجاز. هناك أيضا إيجابية لصالح هذا اللقاح الجديد، وهو أنه ربما يكون فعال أكثر للأشخاص كبار السن اللي فوق 65. طيب دكتورة دانيا، ما المقصود بفعاليته؟ لأنه هناك تفسيرات كثيرة لأنه هو فعال 95%، يعني فعال على 95% من البشر، أو مثلا على نفس المريض بنسبة 95%؟ لا، إذا أخذنا عينة من البشر لنقول هي 100 شخص، ف 95% من الأشخاص سوف يستجيبون لهذا اللقاح، يعني رح يكون هذا اللقاح يساعدهم على الوقاية من الإصابة بكوفيد-19. طيب الآن تابعتي تصريحات البروفيسور شاهين الذي يقف وراء لقاح فايزر وبايوتيك أمس مع على بي بي سي، وقال بأن العالم يجب أن يكون التفاؤل فيه حذرا، وقال إن عودة الحياة لطبيعتها سيمر لن تكون قبل عام. ألا تعتقدي بأن العالم يبدي ربما تفاؤلا مبالغ فيه بهذه اللقاحات؟ اولا نحن في عنا قديش عدد سكان الكره الارضيه؟ اكثر من 6 او تقريبا 7 مليارات شخص. ما فينا اذا بدهم يبلشوا بالتصنيع اليوم
بدهم مليارات الجرعات لتكفي كل سكان الكرة الأرضية، وهذا شيء مستحيل. لذلك سوف يتم إجراء ملايين الجرعات. لا تنسى أن اللقاح سوف يعطى على جرعتين، ولذلك توزيعه بنفس الوقت على كل سكان الكرة الأرضية هذا مستحيل. لذلك سوف يتم وضع الأولويات للمناطق الموبوءة، للأشخاص التي تعمل في الكوادر الصحية والتي هي على مواجهة مباشرة مع المرض، لكبار السن ربما لمناعتهم بتكون أضعف واللي ممكن يتوفوا جراء الإصابة بكوفيد 19 وغيرها من الأمور. يعني المقصود أنه النبرة الحذرة لمخترع اللقاح هي تتحدث عن مشاكل تقنية، وأن هناك مدة سيأخذها اللقاح حتى يصل لكل البشر، أليس كذلك؟ صحيح صحيح، هذا من الأكثر التحديات التي ستواجهها كل اللقاحات، وليس فقط لقاح فايزر أو لقاح موديرنا. طيب ماذا عن اللقاحات الأخرى؟ اسمحي لي أن نسمع جوابك بعد هذا التقرير الذي يتحدث عن اللقاح المبتكر بايوتك مع فايزر والتفاؤل الحذر الذي أبداه رئيسها. نحو 60 مليون هي حصيلة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في يوهان الصينية في كانون الأول ديسمبر الماضي، والعدد مرشح للازدياد لا محالة مع التفشي القياسي لهذا الوباء القاتل الذي حصد إلى حد الساعة أكثر من 1,300,000 روح بشرية. وبحسب الإحصاءات فإن الدول العشر الأكبر في العالم من حيث عدد الإصابات هي الولايات المتحدة التي سجلت نحو 11 مليون حالة إصابة، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ويتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات، تليه السعودية ثم المغرب والإمارات والأردن والكويت. في بريطانيا التي تجاوزت عتبة 50,000 وفاة جراء كوفيد 19، بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حجرا صحيا ذاتيا للمرة الثانية إثر مخالطته مصابا بالفيروس، وكان قد أصيب بالمرض وشفي منه في شهر إبريل نيسان الماضي. في عتمة ليل كورونا الطويل تطل بوادر صبح مضيء في الأفق، حيث أشاد باحثون أوروبيون بالباريسترينيب، وهو دواء بريطاني الصنع يقلل من قدرة الفيروس على إصابة خلايا الرئة ويخفض الوفيات بنسبة 71% لدى المصابين بأعراض متوسطة وشديدة. وتتوقع شركة بايونتك وشركتها شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر أنه إذا سارت الأمور على ما يرام فإنهما ستبدأان في تسليم اللقاح في نهاية هذا العام على الأرجح، بهدف توفير أكثر من 300 مليون جرعة بحلول نيسان من عام 2021. غير أن الدول الغنية استحوذت على حصة الأسد من إنتاج لقاح فايزر، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي اقتنت 100 مليون جرعة، تليها المملكة المتحدة ب40 مليون جرعة و200 مليون جرعة للاتحاد الأوروبي، ليبقى 85% من سكان العالم من أفقر الدول دون إمكانية الحصول على اللقاح. ويقول مطورو لقاح فايزر إنه لن يكون لديهم تأثير كبير على أعداد المصابين بلقاحهم هذا الشتاء الذي يتوقع أن يكون قاسيا من حيث تأثير الفيروس على حياة الناس. ويبقى السؤال الأهم، كم روح بشرية ستزهق بفعل هذا الفيروس الماكر قبل أن يستقر العقل البشري على لقاح نهائي يسابق الانتشار الجنوني لهذا الوباء؟ إذن يبقى التحدي كما أشار التقرير إلى سرعة إنتاج اللقاحات ووصول أعداد كافية من هذه اللقاحات إلى الدول الفقيرة والدول النامية بعد قيام الدول الغربية بحجز حصتها من اللقاح الذي أثبت على الأقل حسب التجارب النهائية فعاليته بنسبة 90%، وهو لقاح فايزر الذي قامت بريطانيا بحجز 100 مليون جرعة منه، والأمر ذاته قامت به دول الاتحاد الأوروبي إضافة للولايات المتحدة الأمريكية. كيف سيكون الوضع بالنسبة للقاح الثاني الذي أعلنت موديرنا أن فعاليته تصل إلى 95% لمواجهة فيروس كورونا، وكيف سيتم تصنيع هذا اللقاح المبتكر، وهل سيبقى التصنيع في الولايات المتحدة أم في عدد من الدول؟